يا اهلا وسهلا كل اللي انتم بينين عرسان امروني. انا اشكرك بصراحه، انا يعني اجيتك حتى ادور لي بيت تعبان وكلش قديم، بحيث يعني شنو اذا انتجع على الحائط ما له يوقع، اذا اعصب من اعصب واذا اضرب الباب دفره يوقع على راس البيت. بسيطه اعصابك اعصابك. احلم ابقى احلم احلام سعيده ما راح تلقيه. سهله ترى اني ابو ناظم، كلامي ثقه مو شقه. والنعم منك. كل شيء عندي جديد مستعمل، يعني خرائط كل شيء عندي. يعني معقول القى هيك بيت عندك في مواصفات؟ شوف عندي بيت 200 متر هذا قايل للسقوط. اي يعني اسم البيت ما يخالف، مقفع اي هيابه، والارض البي مسوي نقش مغربي، يعني ما يحتاج يسوي سقوف ثانويه. يعني ما عندي مشكله ويا الحشرات الاليفه، ايش قد حلوه الارض مسويت لنا نقشه منه وبي. اي وبعد شنو الاوبشنات؟ الاوبشنات بي فطور وكل فطر يبات بي جريدي. ايش قد حجم الجريدي؟ يعني مختلف، اكو مترين متر ونص. شو تسوي بالجريدي؟ تريد تربي وياني؟ يا هذه حيوانات أليفة، الناس تربي دجاج، احنا نربي جريدية. تصوري ها كبره وهو يختل بالفطر مال الحايط. احكي لي بعد الاوبشنات شنو؟ الاوبشنات الحلو بالشتاء السطح مالته يخر، يصير نافورة. شلون الدوش؟ هاي كل زينة. هاي مبالغة، أكيد هاي من عندك إضافة. لا شلون، بالعكس يعني أصلاً منظر حلو، إحنا حاطين طاسات هيجي بالصالة وبالهول وبغرفة النوم ونقط علينا السقف بالمطار. بالعكس جو رومانسي فهمي. الله. أي وبعد شنو الأوبشنات؟ بعد الأوبشنات الحلو بي مو سيراميك ولا كاشي، أصبابه وكل صبة يطلع من عندها حياية وكلهم راشين، يعني العصير يصير ردح. كيف انا اقول لك هسه كيف على الحياه، متعود هو على عيشه الحياه. اي امك الحياه. المهم ما عنده مشكله انا حتى لو اكو ديناصورات. المهم احكي لي شنو الاوبشنات بعد. وبعد بي مميزات الحلو بي اللي يسكن بي يصير روماتيزم، يا راس روماتيزم، فانت بكيفك تريد البيت بدون روماتيزم، هاي يعني اوبشن من عندي جديد. هاي ما عندي مشكله انا بكل مرض، يعني حتى يا ريت اذا اكو مثلا التهاب القصبات الحاد فلاونزا، بالعكس حياه سعيده. احكي لي الميزات شنو بعد؟ بعد بي ميزه كلش حلوه بي مي مال مجاري الكاش، يعني من شايف اللي من الطبع الجالكسي يعني يطلع اصوات حلوه ورائحه كلش معطره. انا ما عندي مشكله، يعني حتى لو نزيزه، حتى لو تخلي لي طحالب ما عندي مشكله، حتى لو عقاريق ايش قد حلو بالليل يغنن ويقمزن علينا رومانسي. مو بيدي مو بيدي. بعد شنو المميزات؟ المميزات الحلوه بي انه هو مو زراعه، طابع عقاري. شوفي الامر كله صار لي ادور على هيك بيت. يعني اشكرك. انا قالوا لي تلقى الحل يم ابو ناظم. لا تدلل وحتى اقدر اداريك بالسعر. السعر انا خير من الله، السعر ما يهمني. ليش؟ لا ما يهمني مترايي، لان انا بصراحه ما اريد اشتري. يعني ما تشتري؟ لا صار لك ساعتين تهمل علي، وطحالب وتربي جريلي ودوش وجو شاعري، جاي تهمل شوكو جاي لعد. مو المدام زوجتي كل ما احكي وياها تقول لي انت معيشني ببيت خرابه وتعبان، فأنا قلت أجي أمك حتى أثبت لها أنه أكو ناس عايشين ببيوت أسوأ من بيتنا اللي عايشين بيه. مشكور، يلا قومي عيني قومي.